لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة العنكبوت وهي مكية. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقد ذكرنا هناك أن الراجح أنها حروف من أسماء الله عز وجل، كل حرف منها يدل على اسم أو فعل، كما قال ابن عباس وابن مسعود: أنا الله، ألف لام ميم، أنا الله أعلم. قوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذه الآية كقوله: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومثلها في سورة براءة. قال في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قالها هنا: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: إلا لنعلم إلا لنرى. وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم العقوبة والنكال، ما هو أغلظ من هذا وأطم. ولهذا قال: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي يفوتونا ساء ما يحكمون، أي بئس ما يظنون.
قوله عز وجل إلا لنعلم، قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا، لا يعلمن الله من قد وقع منهم الصدق بالفعل، ولا يعلمن من كذب علما يحاسبهم عليه. أما علمه الأول عز وجل فقبل أن تقع الدنيا وكل المخلوقات، وقبل أن يفعلوا أفعالهم، هذا علم هو صفته عز وجل، العلم الأول السابق لا يحاسب عليه العباد. أما العلم بما قد وقع وكان فهذا الذي يسأل عنه العباد، ثم يقول تعالى من كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل، فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفورا، فإن ذلك كائن لا محالة، لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات. ولهذا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، كقوله من عمل صالحا فلنفسه، أي من عمل صالحا فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولهذا قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قال الحسن البصري إن الرجل ليجاهد فما ضرب يوما من الدهر بسيف. الآية مكية عند الأكثر وفيها ذكر الجهاد، وقد قال عز وجل في سورة الفرقان وهي مكية فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويجزي على السيئات بمثلها أو يعفو ويصفح، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال هاهنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.